احنا هدفنا من حملات النظافه اللي احنا بنعملها اكبر ما هو هدف للتجميع وهدف للوعي، الوعي المباشر. انا لما اخد معايا طفل مثلا، احنا اشتغلنا في 2 حضانه عملنا انت وعي الفتره ديت، حضانه اسمها فان يارد وحضانه اسمها حضانه السلام، الاثنين دول اشتغلنا فيهم اكتر من 300 طفل. لما الطفل بعد ما يتعمل له حاجه توعيه وناخده المكان يجمع البلاستيك اللي مرمي، انا زرعت جوه منه حاجه هتجيب التارجت بتاع بعد 5 سنين بعد 10 سنين. الاطفال فعلا زي جداً. الناس الكبيره ولا طبعاً. ولا هما مش هو مش فاهم، هو مش فاهم قوي، بس هو شايف ده، شايف ده غلط. يعني انا ليا تجربه شخصيه في محافظه البحر الاحمر مع حد من الاطفال، كنا بنعمل لهم وعي. ففي مره واحده احنا ماشيين في حته فيها منجروف، فكان في ايديا ازازه ميه، شربت الميه ورحت جاي رميها في المنجروف، فرجع شددني من ايديا: انت مش انت بتقول لنا ان ده هيموت الطيور وهيموت السمك، انت رميت ده ليه؟ قلت له أيوة اسف. ورحت جاي نازل جايب. يعني انت بتشرك الاطفال معاك في حملات التعاون؟ طبعا طبعا. احنا عندنا في اسماعيليه كان القائد علي عبد الرحمن منزل مجموعه كبيره من الاطفال، لان احنا هدفنا الاساسي التوعيه مش هتجيب نتائجها النهارده. احنا 5 سنين 10 سنين عشان نقيس توعيه على اي موضوع. صح. لكن لو اجي اقول النهارده ان انا عملت، انا جمعت مخلفات بلاستيكيه، طب ما معظم المخلفات البلاستيكيه اللي على البحر هي طرح بحر اصلا. احنا ممكن نروح نجمع مخلفات من اسكندريه، نشوف الليبل اللي موجود على الحاجه، ممكن نلاقيها ميد ان اتينا مثلا، ميد ايطالي، كتير جدا من الدول. دول الاطفال اللي في اسماعيليه، دول اطفال اسماعيليه في الشبكه البحريه في اسماعيليه. ما شاء الله بنحاول نديلهم احساس ان هو بيعمل حاجه. يعني انا هتكلم عن شاب جميل اسمه محمد خالد. يعني احنا شغالين في الجيزه، احنا خلينا محمد هو طالب جامعي في ثالثه كليه، هو كان الليدر بتاعنا كلنا، احنا كلنا موجودين. محمد انت المسؤول عن اليوم كله، انت اللي هتنزلنا في المراكب. ده طفل من الجزائر اصر انه ينزل مع باباه، ولما بعتوا لي الفيديوهات انا اتفرجت عليها، هو مصر ان هو يشيل، يعني الكيس اكبر منه جدا. بابا يجي ياخد منه الكيس يقول لا انا مش، يعني في الفيديو يفضل يشد منه علشان يمشي بيه. وحلو ان احنا نستغل فكره ان احنا نسلي الاطفال او نلعب معاهم بطريقه بالزبط ايجابيه. بالظبط. يعني انا رسالتي لكل حد، دي مامته اللي موجوده معايا هنا في الصوره،